لمناسبة مرور سنتين على اعتلائه السدة البطريركية، شارك البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في ريسيتال تراثي في كابيلا القيامة في الصرح البطريركي، أحيته جوقة خواب النغم بدعوة من رئيس وأعضاء الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم ألبير متى، الذي ألقى كلمة أكد فيها على مواقف البطريرك الوطنية، داعيا إلى ضرورة إشراك المغتربين في الحياة السياسية اللبنانية، إشارة إلى أن الريسيتال حضره ممثلون عن مختلف القوى السياسية، وأمين عام الجامعة الثقافية عاطف عيد.